Cato, in this video we talk about one of emergency cases, pulmonary embolism. What's mean by pulmonary embolism? Pulmonary embolism is occluded of the main pulmonary artery or tributaries by the emboli. Radiology, شنو تفيدني بالبالمونري امبوليزم؟ أول شيء عندنا هي الشيست إكس راي. الشيست إكس راي نستخدمها for excluded differential diagnosis كالنيمونيا أو النيموثوركس rather than the diagnosis، لأن هي not specific و not sensitive للبالمونري امبوليزم. ممكن نشوف بيها signs معينة. ممكن اللانج اللي يصير بيها بالمونري infarction أو امبوليزم occlusion للارتريز راح تكون oligemic lung more black. ليش هسه ذا هذه هنا الاكس راي نشوف هاي المنطقه شلون اوليجيميا عندي هاي اللانك ما بيها منطقه اوليجيميا، لانه البلاد من يصير بالفيزلز راح ينطي لون بلاك لللانك. من ماكو بلاد occlusion للفيزلز فراح تكون اللانك more oligemic more air no blood in the blood vessels، بدنا نشوف regional oligemia. كذلك dilatation للبالمونري فيزلز بروكسيمال للإمبولاي، هنا الإمبولاي بعدها أوليجيميا، قبلها دا أشوف dilatation بالبالمونري فيزلز ساين. قبل كان يعتبر pathognomonic for pulmonary infarction نتيجة البالمونري إمبوليزم sequence للبالمونري إمبوليزم. من يصير بالمونري إمبوليزم للبالمونري فيزلز إذا صار بها occluded بعد blood ما راح يوصل لهذه المنطقة، فعن طريق البرونكيال ارتريز راح يزداد الفلو اوف بلاد بها، فراح يصير كابيلاري هيموريج. هذا الكابيلاري هيموريج انسايد ذا الفيولاي راح يبين كترانجولار اوباسيتي. البيس مال الترانجولار راح تكون تو سايد ذا تشيست وول، فاي ترانجولار اوباسيتي فهي سسبكتد اوف بالمونري انفكشن از سيكونس اوف بالمونري امبوليزم. اما البالمونري امبوليزم فال gold standard بالدياجنوسيس هو CT NGO pulmonary CT NGO. then شوف طينل البيشنت كونتراست، اخذنا بعدها CT الفيزلز متلونة بالكونتراست الوايت كلر. اما البالمونري امبوليزم راح تظهر منطقة على شكل filling defect، هذه هي الامبولاي. gold standard diagnosis of pulmonary embolism CT NGO. كذلك اذا سوينا CT NGO for the lung triangular opacity هذه ال triangular lesion هذا مال pulmonary infarction. البيز مالته to the chest wall